صباح الخير أطفالي الحلوين، في برنامجكم الأسبوعي الطفل الصغير الكبير مع المذيعة الإعلامية الجامدة جدا منى من شق 4. برنامجنا للأطفال الحلوين الشاطرين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما وساعات أنا، اللي بينزلوا هايبر الصبح يجيبوا طلبات ويجيبوا لإخواتهم معاهم فول وطعمية وبطاطس محمرة بالكاتشب والمايونيز، بس بلاش السلطة، وبابا غنوك اوعوا تنسوه عشان أنكل محمد بيحبه، وبرضو لأصدقائنا اللي ساكنين قصادنا ونايمين أو متخانقين أو مبسوطين وفرحانين، ومش هننسى أصدقائنا الحلوين اللي تحت البطانية نايمين وماسكين موبايلهم يلعبوا فيه شمال ويمين، لو مش على عمرو أديب متفرجين. برنامجنا ليكو يا شاطرين يا حلوين. أول فقرة معانا النهاردة فقرة الحدوتة الصغنونة. اسمعوا بقى الحدوتة الجميلة اللي ماما منى محضرها لكم النهاردة. اسمعوا بقى الحدوتة الجميلة اللي ماما منى محضرها لكم النهاردة. صلوا على النبي، وكمان جيجي النبي صلوا. ماما يا سيدي هي بقى ايه، في ولد جاي من مدرسة تانية، الولد ده أمه بتشتغل نجار وبتبني عمارة، شوف الشطارة، والولد ده عنده عمة اسمها سميرة بتشتغل كوافيرة وإيدها كبيرة. المهم يا باشا، ماما بقى قاعدة مع أمه وأبوه وبتقول لهم هو يعمل إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية. مستنيين تليفوناتكم عشان تقولولنا ايه حل اللغز. قيد اللغز. مستنيين تليفوناتكم عشان تقولوا كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية. ومعانا اول ولد شطور يشترك معانا في برنامجنا النهاردة وشكله عارف الإجابة. نقول ألو؟ ألو؟ أهلا يا حبيبي، نتعرف بيك، اسمك إيه؟ اسمي منصور. اسمك منصور؟ اسمك غريب قوي، إيه ده؟ مين اللي سماك كده يا حبيبي؟ ده شكله بابي اللي سماك كده. طب عندك كام سنة يا منصور؟ دودو عندها ايت. دودو دي مين يا حبيبي؟ دودو دي لقيتها في بيتنا هي وبابو حمادة. الله، ده انت شكلك كده عندك اخوات كتير قوي. بلعب معاهم انجاستس، بس دودو بتحب مونوبولي، وحمادة بيقعد يلعب مصارعة مع بودي. طب انت عرفت حل اللغز بتاعنا يا منصور؟ جده اللي نايم جوه اسمه نجيب، عرفتها امبارح. يا حبيبي، عندك اسرار تاني تقولها لنا عن بيتكو يا حبيبي؟ انكل محمد بيحب القطيفه قوي. لاحظ ان كلامك جارح يا منصور. طب عارف الحل ولا لا؟ لا مش هقول. امال انت طيب مستتصل ليه؟ اسأليني في ماليفيسنت. ماليفيسنت؟ ماليفيسن ده مذيع العرق ده ولا ايه يا منصور؟ ماليفيسن بتاعت كينج ستيفن. كينج ستيفن دي تبقى ماشي. باي يا منصور. دوزي فيكا دانت.
ووصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكونوا استمتعتم. ولو عرفتوا حل اللغز بتاعنا يا ريت تبعتولنا على SMS، تعال عشان تعال يا مش هنستقبل اي مكالمات تاني. واستنونا تعال. الاسبوع القادم مع برنامج الطفل الصغير الكبير. تم ترارارم تم ترارارم.